بسم الله الرحمن الرحيم، شرفني ويسعدني أن أكون متواجد معكم اليوم في ثالث محاضرات إلكترونية اللي تقدمها وزارة شؤون الإعلام، وأتشرف أني أكون أحد هذه المدربين نقدم دورة اليوم فيما يتعلق بموضوع الابتكار الإعلامي في الأزمات. في الواقع أني أبي أشكركم صراحة على تسجيلكم وعلى متابعتكم وعلى حضوركم، ونتمنى إن شاء الله أن نحن نقدم مادة وايد يهمني في هذه المادة أن احنا نتفاعل فيها مع بعضنا بعض، نثري الحوار، نثري الفكر، ونشوف شنو ممكن نحن نقدم خاصة فيما يتعلق بموضوع الابتكار الإعلامي في الأزمات. الموضوع كبير وعنوانه كبير، ولكن إن شاء الله راح نحاول كثر ما نقدر في هذه العجالة من هذه الدورة، احتراماً لوقتكم وتقديراً أيضاً لمشاركتكم، إن احنا يعني نحاول نختصر ونحاول يعني نتلمس الجوانب المهمة في هذا الموضوع. في الواقع لما نتكلم عن موضوع العنوان بشكل عام، لما نقول الابتكار الإعلامي في الأزمات، فاحنا نتكلم عن ثلاثة عناصر أساسية، نتكلم عن موضوع أزمة، ونتكلم عن ابتكار، ونتكلم عن إعلام. وأنا إن شاء الله في هذه المحاضرة راح أقسم العنوان إلى ثلاثة أقسام: أزمة وابتكار وإعلام، ومن ثم راح نربطهم مع بعض ونشوف شنو اللي ممكن إن إحنا نتوصل له، كيف بيكون الابتكار الإعلامي في الأزمات. في الواقع لما نأخذ هذا المثلث اللي موجود قدامكم، نشوف هناك في أزمة، هناك ابتكار، هناك إعلام. هذه الثالوث أو المثلث اللي قاعدين إحنا راح نعمل عليه اليوم في دورتنا فيما يتعلق بموضوع الابتكار الإعلامي في الأزمات. من يأتي قبل؟ تأتي الأزمة أم يأتي الابتكار أم يأتي الإعلام؟ أو يأتي الإعلام ومن ثم الابتكار ومن ثم الأزمة؟ فراح نشوف الآن نحن لما نتدرج في هذا الموضوع، راح نشوف كيف ممكن نربط فيما يتعلق بموضوع الأزمة والابتكار والإعلام طول ما نحن نتكلم في هذا الموضوع. ولكن خلينا نأخذ تاريخياً، لما نحن نتكلم عن أزمة، كثير من الأمور نتكلم كثير أزمة، ابتكار، إعلام، وايد نسمع هذه المصطلحات بشكل كبير، ويمكن صارت الآن في حياتنا نسمع موضوع أزمة، نسمع موضوع ابتكار، نسمع موضوع إعلام. ولكن خلينا نقسمها الآن. إذا خذينا الأزمة، إني نلاحظ أن الأزمة طبعاً مو موضوع جديد، موضوع قديم يرجع صورة إلى الطب الإغريقي في ذاك الوقت، وهو يعتبر النقطة الحاسمة في حياة المريض، وهذه يدل أن هناك في تحول جوهري أو تغير جوهري في جسم الإنسان. هذه كان بداية موضوع لما نتكلم عن أزمة، ونقول أنه يرجع تاريخه إلى الطب، ويقال في الطب أن هناك أزمة، أي بمعنى أن هناك في تغير في جسم المريض. طبعاً شاع هذا المصطلح في القرن التاسع عشر السادس عشر في المعاجم الطبية، وأيضاً كان هناك شفنا في القرن السابع عشر يتكلم عن توتر العلاقات ما بين الدولة والكنيسة في ذاك الوقت، ومن ثم تم استخدام الدلالة على ظهور مشكلات خطيرة وفاصلة في تطور العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذا لما نتكلم عن أزمة، يعني نتكلم عن ممكن تكون أزمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، بغض النظر عن ما هي الأزمة وأيضا حدودها. وبنلاحظ أيضا أن أيضا تعنى الأزمة معناتها الشدة والقحط والعرب، كانوا يقولون أزمة، لزمة، لزم الخيل، لزم القحط، لزم الشدة، فهي من الشدة الكبيرة. ولكن نلاحظ أيضاً أن معنات كلمة الأزمة هي في الواقع هي كلمة مشتقة من أصل يوناني، وبمعنى لتقرر، أي أن أنت ما يصير أزمة تكون موجودة، وإنما أزمة لتقرر فيها. ولكن أنا اللي قاعد أشوف الأفضل والأنسب إلى كلمة الأزمة ما تطرق لها اللغة الصينية، وهي مقسمة إلى كلمتين، أي تدل الأزمة باللغة الصينية الخطر والفرصة، وهذه اللي احنا بنتكلم فيها الآن، الأزمة في اللغة الصينية الخطر والفرصة. وهي تي البراعة في ان انت شلون هذا الخطر تحوله الى فرصة، مثل ما احنا نقول في ادبياتنا من الألم الى امل، من نقول من المحنة الى منحة، وهذه اليوم راح نتكلم فيها بشكل اكبر. اني لاحظ نشوف ان الأزمات مختلفة، يعني في على سبيل المثال هناك في أزمة تكون موجودة تطلع في نفس الوقت، واللي هي الأزمات اللي تحدث بدون سابق انذار، مرة واحدة تواجه نفسك أن أنت موجود في أزمة. شغلة ثانية أنه بتكون قد يكون قلة المعلومات متسبب أنه يعود نقص في المعلومات اللي عندك، خاصة في الأزمة أو الصدمة الأولى هناك في نقص في المعلومات. بعدين عندك تتوالى الأحداث، الأحداث قاعدة تزيد لسبب أن ما جاءت أول مرة أنت مو مستعد لها،
نقص في المعلومات وايضا تتوالى لتضييق الخناق عليك. ايضا هناك ان نشوف نقول الازمه خارج السيطره، اللي انت ما تقدر الان انك انت تسيطر على هذه الازمه، وهذه تطلع خارج نطاق قدره اصحاب القرار انهم يقدرون ياخذون زمام الامور فيما يتعلق بالصدمه. طبعا بعد ذلك تكون هناك الحاله من الذعر، لان اذا انت بديت تفقد خيوط احتوائك للازمه راح تكون هناك في حاله من الذعر، اذا معناته تشتيت في الفكر، معناته عدم القدره على اخذ مبادرات الامور، وايضا راح تصير هني في الحاله راح تصير عمليه المشاحنه والمشاجره وتشتيت الافكار الموجوده. طبعا هناك ايضا مهم جدا ان احنا نتخذ قرارات حاسمه في هذا الموضوع. طبعا لما نتكلم عن موضوع الازمه نلاحظ ان ايضا الازمه موجوده معها لكثير من الاشياء المشابهه لها، يعني كثير من الاشياء نطالعها ان هي مشابهه لموضوع الازمه تناقلتها، مرات الصدمه، الحادث، التوتر، المشكلة، كلها إذا أخذناها تدخل في نطاق موضوع الأزمة، وإحنا قاعدين نشوفها بهذا الشكل بأن هي أيضا هناك تسمى كارثة في بعض الأحيان، وهي طبعا الكارثة اللي هي أعلى درجات الأزمة اللي موجودة، لأن الكارثة من الصعب جدا أنك أنت بعد ذلك بترممها، فهي كلها مسميات مصاحبة لموضوع الأزمة وتتنوع ما بين شخص وآخر. كمي This one, please, here. A little bit. سامحة بس. أيوة، شكراً، thank you. ولاحظ ايضا هناك صراع ونتكلم ايضا خلاف وكارثه، وانا لما نتكلم هنا نقول لما نقول ازمه ترى ممكن تكون هذه الازمه ايضا ازمه اجتماعيه، ازمه اقتصاديه، ازمه سياسيه، حتى ازمه نفسيه، حتى انت وانت مع بيتك، مع عائلتك، مع عملك، محيطك، هناك انت تمر بهذه المسميات او الكرايسيس، الصراع، الخلاف، الكارثه وغيرها من المسميات اللي موجوده بالازمه. طبعا لما نتكلم عن مراحل الازمه، هل الازمه تجي مره واحده وتروح مره واحده وتكون بهذا الشكل، ولكن هناك في لها مراحل؟ اذا لاحظنا مراحل الازمه نشوف اول شيء هو مراحل ميلاد الازمه، اي بدايه ظهور الازمه، ومن ثم نمو الازمه، ومن ثم نضج الازمه، وعقبها ذلك انحسار الازمه وتلاشي الازمه. هذا المنحنى اللي تمر فيه الازمه، ما في ازمه تظل طول عمرها موجوده، ولا في ازمه تم دائما موجوده، الازمه دائما تبدا ومن ثم تختفي، ولكن اللي هني نقول المساحه او المسافه او الوقت ما بين ميلاد الازمه وما بين تلاشي الازمه، هذه ياخذ لها وقت اللي ممكن نحن نحسبها، ايش كثر ظلت هذه الازمه وايش كثر استمرت وايش كثر تعاملنا مع هذه الازمه. احيانا هناك في ازمات وبنرجع لها في لحظه وانتهت، في ازمات تتم فتره، في ازمات تتم بشكل اكبر، وفي ازمات تتحول الى كوارث. اذا معناته ميلاد الازمه ومن ثم نمو الازمه، نضج الازمه، انحسار الازمه وتلاشي الازمه. نلاحظ شغله ثانيه ان هناك لما نتكلم عن هذه المرحله كلها من بدايه بدء الأزمة إلى تلاشي الأزمة، هناك الواقع هناك أكثر من طرق كانت يستخدمونها لحل الأزمات. هناك في طرق تقليدية وفي طرق غير تقليدية. طبعا خلينا نتناولها بشكل سريع، ما هي الطرق التقليدية اللي كانت تستخدم في موضوع الأزمات؟ في الواقع أول طرق كانت تستخدم تقليدية هي إنكار الأزمة، أي بمعنى أنه أنا أقول أنه ما في أزمة، أنا أعتم إعلاميا على هذا الموضوع وأنكر حدوثه، او ان انا اظهر صلابه موقفي وان الاحوال باحسن ما يكون وما في شيء وان احنا مسيطرين على الازمه. احنا نتكلم بالعالم ككل. في جزء اخر من ايضا من الطرق التقليديه لموضوع الازمات هو كبت الازمه، اي معنى ان انا اجل ظهور الازمه، مو في شرط ان انا في نفس اللحظه اقول ان انا اتعامل مباشر معها، ممكن اني اتركها، قد يكون انه يقول لك لما هي بروحها تتلاشى وتختفي. وفي الطريقه الثانيه اللي هي اخماد الازمه، ولكن ايضا عندنا تقليل الأزمة. هناك في كثير من التعامل مع الأزمات أنك أنت تعمل على بخس من شأن الأزمة، إن أنت ما تعترف بها ولكن ما تعطيها القدر الكبير اللي تكون موجودة. وأيضا في الجزء الآخر وأغلب اللي يستخدمونه في العمل الإداري اللي هو تنفيس الأزمة، بمعنى أن إذا كان هناك في ضغوط موجودة عند الموظف أو عند المسؤول أو عند المشرف أو كذا، أن أنت ممكن أنك أنت تمتص هذا الغضب وتاخذ منه الغليان والغضب والحيلوله دون انه ينفجر ويسبب لك الازمه. هني يبتدي يدخل السيكولوجيه النفسيه، تتعامل مع سيكولوجيه الافراد ام سيكولوجيه ايضا الجماهير بهذا الشكل.
اني الاحظ الطرق الغير تقليديه. في الواقع الان الناس بدات تفهم بفكر استراتيجي فيما يتعلق بموضوع عمليات التعامل مع الازمات بشكل عام، حتى على الازمات الشخصيه. هناك الناس الان اصبحت تفكر في موضوع فرق العمل، اي بمعنى ان انا اجيب كل فرق العمل اللي موجوده عندي كلهم في تخصصه ويكون مواجه هذه الازمات ويكون بردي على اوقات الطوارئ، وعندي مانديتد وعندي خطه التعامل مع الطوارئ لاي ازمه، انه يكون عندي سيناريوهات احنا نسميها مصفوفه المخاطر الموجوده عندي وتعامل معها عبر طريق فرق العمل. ايضا في هناك المشاركه الديمقراطيه للتعامل مع الازمات، اي بمعنى ان انا اشوف العناصر البشريه المهمه اللي انا اقدر ايدها واتعامل معها بشكل شفاف وديمقراطي بشكل اكبر، طبعا بالاضافه الى طريقه الاحتواء او تفتيت الازمات. هذه بشكل عام وموجز تكلمنا عن موضوع كمدخل الى موضوع الازمات. ونعيد مره ثانيه ان هناك تبدا الازمه وتنتقل الى عبر مراحلها حتى تختفي هذه الازمه، ولكن ما بين الازمه واختفائها هناك طرق نتعامل معها، وتقلنا ان هناك ازمات نفسيه، شخصيه، اجتماعيه، اقتصاديه، سياسيه، ولكن الان كيف يتعامل الاعلام مع هذه الازمات؟ واليوم احنا راح نتكلم عن موضوع الابتكار كعامل وسيط ما بين الازمه وما بين الاعلام. في الواقع موضوع الابتكار وهو فصل نتكلم فيه الان أصبح حديث العالم الآن. ما شفنا اليوم أي خطاب اللي سمعنا فيه الابتكار، دائما شفنا جمعيات طلعت، مؤسسات، موضوع الخطاب الإعلامي دائما يتكلم عن موضوع الابتكار، حتى خطباء الرؤساء يتكلمون عن موضوع الابتكار. مؤشر التنمية أصبح بالابتكار، أصبح هناك منظمات دولية أصبح فيها مسابقات، أصبح فيها اهتمام كبير، أصبح فيها بحوث، بل أصبح الآن حتى دراسات أكاديمية مختصة في مفهوم الانوفيشن لموضوع الابتكار. وطبعا ينقسم الابتكار إلى أنواع عديدة جدا منها، ولكن أنا أوجزها لكم أن هناك في ابتكار عندنا في المنتج أو العملية، عندنا ابتكار في التقنية والمخرجات، عندنا ابتكار في تحسين الأداء في الوظائف الإدارية، وعندنا ابتكار في وضع خدمات جديدة. إذا نحن اتفقنا على هذه التصنيفات والاستخدامات راح نمر عليها إن شاء الله بشكل سريع عن أنواع الابتكارات. احنا قلنا ابتكار في المنتج أو العملية، ابتكار في التقنية والمخرجات، ابتكار في تحسين الأداء في الوظائف الإدارية، وابتكار في خدمات جديدة. إذا باخذ بشكل سريع موضوع الخلفية التاريخية للابتكار، احنا طبعا لما نتكلم عن الابتكار، الابتكار ليس وليد اللحظة وليس كلام الآن يقال. احنا نرجع إلى البدايات من العشرينات والثلاثينات والأربعينات، كان هناك ابتكارات ولكن ما كان يتكلمون عنها بهذا الشكل الحالي. في بداية الستينيات بدأت تدخل الابتكارات الآن في علم الأنثروبولوجيا، وأيضا دخلت في الكثير من المعاهد وخصصت لها جامعات الكثير من المختبرات الأداء يتكلمون عن الابتكار. ولكن احنا إذا نرجع تاريخيا فالابتكار كان حتى في عصر الإسلام كان هناك الكثير من المبادرات الابتكارية. نرجع إلى أيضا العصور السابقة هناك الكثير من الأشياء اللي تمت فيها ابتكار، ولكن الابتكار كان يختلف على 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 المجال وعلى الحدود وعلى الفكرة وعلى الطريقة اللي يتم استخدامها. لما نتكلم عن الابتكار يعني، وأنا أتكلم عن موضوع عناصره وسماته، شنو عناصر؟ هل كل شيء أنا أطلق عليه ابتكار؟ هل كل شيء أشوفه أنا أقول عنه مبتكر؟ هل هناك أقول أي شيء صار أقول عنه ابتكار؟ ولا لازم هذا الابتكار يدخل في سمات ويدخل في عناصر عشان أقدر أسمي هذا الشيء اللي حدث صار ابتكار أو مو ابتكار؟ طبعاً مهم جداً حسب تصنيف ستانفورد اللي هي جامعة ستانفورد اللي اهتمت بموضوع الابتكار والابتكار الاجتماعي بشكل خاص، وإحنا نتكلم فيه على أساس يتوافق الابتكار الاجتماعي مع الابتكار التقني ومع الابتكار أيضاً الفني واللي يدخل فيه الابتكار الإعلامي اللي راح نتكلم فيه بعد شوي، إن لابد أن يكون في هناك عناصر أو سماك عناصر تتضمن في هذا الموضوع اللي نتكلم فيه. أولاً الجدة والحداثة، بعدين نفخ الأفكار من التطبيق إلى التنفيذ. كثير من عندنا يقول لك أنا عندي فكرة أو عندي فكرة، فكرتي الفكرة في قانون الملكية الفكرية الفكرة لا تحمى، وهذه خلونا نتفق فيها يا إخوان اللي تابعون، الأفكار لا تحمى.
الأفكار لا تحمى، أعيدها مرة ثانية، الأفكار لا تحمى، ما يحمى في موضوع الملكية الفكرية أو الملكية الصناعية هو ما تنافذه، هو ما تسويه على أرض الواقع. إذا بدي ناخذ هذه النقطة المهمة، وبتكلم بعد شوي عن موضوع الملكية الفكرية والملكية الصناعية ودورها في موضوع الابتكار. أيضا نتكلم عن موضوع، إذا بنتكلم عن عناصر الابتكار، أنه هو الالتقاء مع الحاجات الاجتماعية، الكفاءة والفعالية وتعزيز قدرة المجتمع على العمل أو تقديم شيء جديد إلى المجتمع. لأن أنت اليوم أحياناً ساعات إذا ما تسوي شيء يفيد المجتمع ولا يفيد الدولة ولا يفيد أن يكون هناك في كفاءة وفي فعالية ويعزز من قدرة العمل، ما يدخل في نطاق عناصر وسمات الابتكار بشكل عام. هذا المحور اللي راح نتكلم ما بين الفرق ما بين الابتكار والاختراع والإبداع. في الواقع يعني هناك في خيط رفيع جدا ما بين الابتكار والاختراع والابداع، ويمكن انا في هذه العجاله بتكلم فيها بشكل عام. احيانا ساعات احنا كاشخاص دائما نعطي مسميات، الله اخترع، الله ابتكر، الله ابدع. طيب شنو الابداع، شنو الاختراع، شنو الابتكار؟ ومتى اقدر اقول ان هذا العمل اختراع، هذا العمل ابتكار، هذا العمل ابداع؟ بشكل سريع جدا، الابتكار هو اي شيء يدخل في موضوع الاختراع، اي شيء يدخل في موضوع الصناعه، اي شيء صناعي يدخل في الصناعه يسمى اختراع. هذه يدش فيه نظام منظومه الملكيه الصناعيه، اي بمعنى اختراع. وهناك في لها اليات واجراءات وكيف تسجل اختراعاتك ومن يسجل قبل وكيف تحمي اختراعاتك. الابتكار هو انك انت موجود هذا الشيء وتعمل على تحسينه وتعمل على تطويره وتعمل على إضافته، وتشوف شنو حاجة المجتمع وحزز الظروف اللي موجودة عندك والإمكانيات اللي عندك، وانت عملت له ابتكار. أي بمعنى انت ما اخترعت هذا الشيء، وإنما هذا الشيء موجود وانت عملت عليه تحسين، تطوير، تغيير، وعملت عليه الابتكار. ما بين الاختراع والابتكار يدخل الإبداع. احنا هناك الله البديع يحب، يعني دائما الانسان نشوف البديع اللي عنده افكار، عنده بداعه، عنده فصاحه، عنده فكر، عنده، هذا الشخص مبدع، هذا الشخص فنان، هذا الشخص حساس، هذا الشخص عنده حس فني ابداعي. هني ما يمكن انك انت تكون مبتكر ومخترع ما يكون عندك هذا الحس اللي انت تشعر بالاخرين وتشعر بالمجتمع وتشعر ايضا بقيمه الشيء اللي انت تعمل عليه. اذا معنات الابتكار والاختراع والابداع. وهذه فرصه ايضا اني انا استعرض حتى ما يتعلق بموضوع حقوق المؤلف. يعني اليوم هناك المبدعين اذا حطيناهم صنفناهم في خانه الابداع، هو من يكتب، هو من يرسم، هو من يبدع، هو من يغني، هو من يؤلف، هو من يقدم اشياء مبدعه، يفكر خارج الصندوق. هذه طبعا في حق القانون حمايه حق المؤلف عطاه الحمايه لما يطلع كتابه، يطلع ابداعه، يطلع برنامجه، يطلع فكرته، يدخل في نطاق الحمايه اللي تحمي منتجك. نرجع نقول الأفكار لا تحمى، ولكن ما يحمى هو العمل الإبداعي الذي أنت تقدمه. فهناك الابتكار وهناك اختراع وهناك إبداع. ولاحظوا حتى في حياتنا الشخصية إذا خذيناها هذه المسميات وبدينا نترجمها على أرض الواقع، راح نشوف أنه بالفعل هذه المسميات موجودة عندنا بالفعل. إحنا نشوف البحرين مثلا على سبيل المثال، هناك في مخترعين ولهم التقدير والمحبة وقاعدين يبذلون جهد كبير في موضوع فكرة الاختراع ونقل الملكية الصناعية بشكل أكبر من خلال منتجاتهم الصناعية. وهناك من يبتكر شغلات جميلة في المجتمع ويحاول أن يطور الموجود، وهناك من يبدع بأفكاره وكلماته وأعماله وحتى تقديمه. سمات المبدعين والمبتكرين، هل كل واحد فينا مبدع ومبتكر؟ أنا هاي النقطة يعني يمكن أنا الدراسة الأكاديمية اللي ركزت عليها وكانت عنوان رسالة الدكتوراه اللي تتكلم عن الابتكار الاجتماعي في البحرين، سمات ورواد المبتكرين. في الواقع بقول لكم كلمة يعني وجدتها، ما شفت في حياتي في دراستي في تطبيقي على أي واحد مبدع ومبتكر متحلطم أو متشائم أو سلبي أبداً. كل المبتكرين وكل المبدعين وكل السمات المبدعين يحملون يعني فكر وحلم وصبر ومرونة وتكيف وتقبل الآخر والاطلاع على الآخر، وعنده هدف يبي يعمل عليه، وعنده فكرة ويعمل تحت الضغط، ويستطيع يعمل مع مجموعة. كلها ترى سمات
لما يجي حتى اليوم العلماء والمختصين وحتى المدراء الآن لما يجون يشكلون فرق عمل دائما يختارون أشخاص عندهم القدرة على التكيف، القدرة على المرونة، القدرة على العمل، القدرة على الفكر، القدرة على التفكير خارج الصندوق. يطف في مشكلة يعتقد أن هذه المشكلة هي أمل حق شغلة جديدة، ما يكون متشائم، ما يكون دائما سلبي، ما يبادر. يعني كثير من الناس حتى إحنا اليوم خلينا نشوف اللي حوالينا، أنا قاعد أتكلم من واقع إحنا قاعدين نعيشه. شوفوا في عملكم الآن من هو اللي قاعد يبادر، من هو اللي قاعد يقدم، من هو اللي قاعد يفكر، من هو اللي قاعد يقدم مقترحات، يقدم أشياء تطويرية، ودرسوا خصائص النفسية راح تشوفون هذا الشخص متفتح، مطلع، يفكر خارج الصندوق، عنده تصالح مع نفسه، يحب الآخرين، يحب يقدم شيء للمجتمع، يسعد لنجاح الآخرين. في المقابل خلنا نشوف هذا الشخص اللي ما يبي يشتغل، ما يبي يقدم أفكار، دائما عدو أي خطة، أي فكرة، أي نجاح، يجد لك مليون مشكلة في أي حل. هذه ليس من سمات المبدعين ولا من سمات المبتكرين. فمن كذي أنت لما تجي اليوم بتكون لك فريق عمل لأفكار ابتكارية إبداعية بتشتغل، دائما تعرف لازم تفهم نفسية الأشخاص اللي تعمل معاهم وتكوينهم وفكرهم وأمورهم. أحيانا ساعات نواجه مشاكل كثيرة مع ناس نتصادم مع الأفكار، تطرح فكرة يطلع لك مليون مشكلة، في المقابل تطرح فكرة يطلع لك 1,000,000 حل. هذه السمات والفوارق مهمة جدا أن أنت تختارها في لما نتكلم عن سمات المبدعين والمبتكرين. ما نحن نتكلم عن موضوع الابتكار، يعني مهم جدا أن أعرج ولو بشكل بسيط على موضوع الابتكار في البحرين. يعني هل الابتكار في البحرين وليد اللحظة؟ هل الابتكار الآن؟ هل الابتكار نشوفه الآن؟ لا، نرجع إلى 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 العصور السابقة، نرجع إلى الحضارات الأولية، راح نشوف إن من عصر دلمون ونازل هناك كثير من الأشياء الابتكارية اللي كملت، لكن طبعاً في ذاك الوقت ما كانوا يسمونه ابتكار، كان الناس تتكلم. حتى بعد زمن أو جيل الطيبين لما نشوف شون كان حتى في ألعابنا الشعبية كان إن هناك الأهالي يبتكرون ألعابهم من خلال بيئتهم، القلينة والماطوع والسيكل والتيلة وكذا، كان يخلق إبداع ابتكار من خلال بيئته اللي موجودة. حتى الحب والأكل والأوتي كان يبتكر الحاجة اللي هو يحتاجها ويبتكرها بطريقة كبيرة، المرفاعة وغيره. وإذا ما عد اليوم الابتكارات الاجتماعية في البحرين ما بخلص، ولكن هاي كلها كانت يعني سواها الإنسان البحريني لما نتكلم في الواقع الابتكار في البحرين، وطورها وطوعها على حسب احتياجاته. فنشوف أن احنا لما تيجي تتعمق في الأشياء اللي قدمها هذا الشخص وتشوف شلون فكر في طريقة ما من خلال البيئة المحيطة، من خلال أشياء بسيطة كانت موجودة عنده، ما كان عنده التطور الصناعي في ذاك الوقت، ولكن قدم أشياء. وني لاحظ أن احنا بدأت وثقت المرحلة الابتكار في البحرين من منتصف القرن 19. تحولت المجتمع، تحول الكثير، واحنا نقدر نقول وهي موثقة ايضا ان تأسيس الدولة الوطنية اللي بدأت في عهد الشيخ عيسى بن علي في عام 1869 هي بداية نتكلم عن موضوع الابتكارات الملموسة. ليش؟ لان كان هناك بدأ التعليم النظامي في 1919، بدأت الاصلاحات الادارية في 1925، بدأ اكتشاف النفط في 1932، وايضا هناك وجود كثير من مؤسسات الدولة المختلفة اللي بدأت تظهر، ظهرت الشرطة، ظهرت الصحة، ظهرت البريد، ظهرت المراكز، المعارف، كثير من الأشياء اللي طلعت اللي ساهمت في التطوير وساهمت في الفكر وساهمت في الابتكار. إذا ساهم الابتكار في البحرين بشكل خاص وبالعالم بشكل عام بموضوع تغير اجتماعي. لما ظهر النفط في البحرين صار هناك في تغير اجتماعي، لما هنا طلع التعليم في البحرين أو برز التعليم في البحرين أو تأسس التعليم أيضا كان هناك في تغير اجتماعي، بروز مؤسسات اجتماعية، أصبح عندنا ريادة أعمال، طورنا منتجات وطورنا عمليات. هذه كلها ساهمت في 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 مفاهيمنا للابتكار بشكل عام. أرجع إلى المحور الثالث والأخير إن شاء الله بعدين نربطها، مفهوم الإعلام. طبعا أنا أسعد بمتابعتكم وأغلبكم أساتذة وتعلم منهم أنا اليوم في هذه المحاضرة، ولكن بشكل عام مرور سريع عن مفهوم الإعلام. ما هو الإعلام؟ الإعلام صراحة مؤخذ أو أخذ من كلمة علم بالشيء، أي يعلم بالشيء، أي يخبر بالشيء، وهو مفهوم الإعلام. طبعا يطلق مصطلح الإعلام بشكل عام على كل الوسائل والتقنيات
اللي موجودة عندنا. وإحنا طالع طبعاً إحنا نشوف الآن إن هناك عندنا كثير من وظائف في الإعلام. طبعاً قبل الوظائف راح أتكلم عن أيضاً يعني الحلول الإعلام هناك أو وسائل الإعلام. عندنا الصحافة وعندنا المجلات، الإذاعة، التلفزيون، الإنترنت، السينما أيضاً دخلت جزء من موضوع مفهوم الإعلام بشكل أكبر. وإحنا نلاحظ أيضاً إن ما هي وظيفة الإعلام، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني نتكلم عن ما هي وظيفة الإعلام. هل وظيفة الإعلام أن أنقل خبر وأدي خبر؟ هل وظيفة الإعلام أن أنا مجرد أن أنا يكون عندي بس ترفيه؟ لا، وظيفة الإعلام أعمق من ذلك. أول شيء أن أنت تمثل الرأي العام، تعبر عن المؤسسات. هناك إعلان، هناك تسويق، هناك دعاية، تتواصل مع الإعلام، هناك في تواصل مؤسسي، في ترفيه، في تسلية، إضافة أيضاً كثيرة من 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 الأشياء اللي أنت تفكر فيها وتقدمها وتنقل صورة المجتمع، وأيضاً تؤثر في المجتمع من خلال الوسائل الإعلام والمنصات. أرجع بشكل يعني سريع، ذكرنا موضوع الأنواع، تطور وسائل الإعلام، وهذه نقطة مهمة جداً يعني مستعرضها. لاحظنا من قبل 5000 سنة إنه كان يكتب على جدران الطوف والمعابر والرموز صور رمزيات، والناس كانت تعتبر أنها مجرد رموز، ولكن هذه كانت لغة الإعلام في ذاك الوقت لأنه كان يعطي إشارات. لكن قبل ذلك أيضاً كانوا يستخدمون، بعض القبائل كانوا يستخدمون النار في موضوع أنه يخبرون قبيلة ثانية لقبيلة ثانية في عملية النار. وقبل ذلك أيضاً كان هناك في مراسيل، أي بمعنى أنه كان يقطع على حدود القبيلة، كان شخص موجود اللي هو ينقل أخبار إذا الجيش جاي، جيش رايح، في حرب جاي، حرب رايح، أو ينقل رسالة إلى 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 قبيلة ثانية أو إلى حاكم آخر. هذه كانوا جزء أيضاً من وظائف الإعلام في ذاك الوقت، أن يخبر، أن يعلم، أن يطلع الشيء. طبعاً تطور الموضوع ذلك إلى بعد ذلك إلى الكتابة، ومن ثم إلى الصوت المنادي اللي كان يطلع في الفريج وينادي إن هناك عندنا خبر، هناك عندنا موضوع، وهناك عندنا مثلاً بيطلع قرار. ثم انتقلت إلى بعد ذلك إلى ظهور المطابع، ومن ثم ظهور الجرائد في ذاك الوقت، ثم انتقل إلى التلفون، ومن ثم إلى الإذاعة، ثم التلفزيون. بعد ذلك وجدنا نفسنا الآن محاطين بوسائل التواصل الاجتماعي. من 1991 طلعت عندنا الإنترنت وبدأت تتحول. السؤال الأهم، هل في التاريخ كله ما لغت لما تظهر وسيلة ما تلغي الوسيلة الأخرى؟ كل وسيلة ظلت محافظة عليها، ولكن إن قلت وضعيتها أو منصات. يعني اليوم نتكلم عن الجرائد، الناس تقول لك ما نقرأ الجريدة، ولكن كمفهوم الجريدة موجود، ولكن قد انتقل من الورقي إلى الإلكتروني، تحول. مفهوم التلفزيون موجود، التلفزيون اللي كنا نشوفه قبل كبير وتحطه في الشاشة، الآن أصبح التلفزيون في تلفونك موجود عندك، ولكن وجد المضمون أو وجد الهدف، ولكن الوسيلة اختلفت. مثل التلفون، مثل أي شيء نشوف الآن إحنا نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، ما ندري ايش بيصير عقب 5 سنتين 3 سنوات، لان عالم الاعلام عالم متغير. كل 6 أشهر هناك تطلع نظريات جديده في الاعلام، يطلع تقنيات جديده في الاعلام، ونحن جمهور مجتمع او مجتمع متلقي ياخذ هذه التطور ويبتدي يتعامل فيه بشكل اكبر. النقطه المهمه الان نتكلم عن الازمه والابتكار الاجتماعي الاعلامي واللي هو نتكلم فيه. في الواقع انا يعني طلعت تعريفين لموضوع الابتكار الاعلامي. وجدت التعريف الاول ان الابتكار الاعلامي هو حل جديد لمشكله او حدث على نحو اكثر فعاليه وكفاءه واستدامه عوضا عن الحلول القائمه. يعني قد يكون هناك في حل، ولكن عشان أنا أكون عندي ابتكار إعلامي أن أنا أشوف هذا الموضوع الآن وأبتدي أطوره بكفاءة واستدامة وفعالية أكثر. تعريف الآخر أيضاً اللي أنا يعني كتبت أنه أنا أشوف أنه أيضاً الابتكار الإعلامي هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج المبتكرة اللي يتم توظيفها بهدف تلبية الحاجة. أي بمعنى أنا أشوف وين الحاجة الآن اللي موجود فيها، حاجتي الآن حاجة المجتمع، حاجة الجمهور، حاجة المتلقي، أي أطور هذه الأنشطة والخدمات والبرامج بطريقة مبتكرة وتكون عندي تنتج عنها سرعة ودقة وشفافية وتأثير. هذه مهم جدا لما أسوي بهذه الطريقة، إذا معناته أنا عملت مفهوم الابتكار الإعلامي في الموضوع. ولكن ما هي علاقة الأزمة بالابتكار الإعلامي؟ بشكل سريع أن أنا يعني أعرف أو ألخص أنواع الأزمات، نلاحظ أن هناك في أزمات مختلفة وفي لها كاتيجوريز. في أزمة من حيث المستوى، فرد، مجموعة، منظمة،
وطن اقليم دول اللي نتكلم فيها من ناحيه المستويات. وفي عندنا ازمات من ناحيه الطبيعه اقتصاديه اجتماعيه دينيه سياسيه عسكريه، وايضا عندنا من حيث العمق نشوف ان هناك في ازمه سطحيه، يعني بمعنى هامشيه التاثير ما لها تاثير وايد، ولكن نشوف في ثاني في ازمه لا عميقه هذه جوهريه بالغه التاثير. من ناحيه المكان هل اشوفها ان هي ازمه داخليه ولا ازمه خارجيه؟ من حيث التكرار هل انا اشوفها الان طلعت لي مره واحده عشوائيه ولا لا انا اشوفها منظمه وبشكل متكرر وبشكل دوري؟ ايضا الشموليه هذه جزء مهم ايضا، هل هذه الازمه طابع شمولي قاعده تاخذ الازمه في كل الاجزاء اللي موجوده عندي في كل المنظمه في كل البيت في كل الفريج في كل البلد ولا بس ماخذه جزئيه معينه انا موجوده عندي؟ وايضا المظهر راح نتكلم عن المقصود بالمظهر، هل هي ازمه مفاجئه ولا ازمه زاحفه ولا ازمه علنيه وصريحه؟ هذه الانواع الازمات اذا نيت انا قسمتها وسويت المحقان اللي عندي على اساس انا احل اشوف هذه الازمه كيف اتعامل معها اعلاميا، راح يحل لك كثير من الامور في التعامل الاعلامي معها بشكل اكبر. لما تجي طالع ان هذه على حسب المستويات اللي انت حطيتها وشفتها، ولازم تكون انت ايضا واقعي وشفاف وتتكلم بكل واقعيه بخلال تحليلك لهذه الازمات. اني طالع كيف ممكن نتعامل معالجه اعلاميه للازمات؟ اذا احنا قلنا الان المستويات اللي انا عملتها في موضوع الازمه وكيف اقسمها او اتعامل معها الان معالجه اعلاميه. والمعالجه الاعلاميه ان صح التعبير وممكن اقرا هي عمليه الكشف عن اتجاهات واستراتيجيات التغطيه الاعلاميه من قبل جهه ما باتجاه قضيه معينه، وهي ايضا الطريقه اللي يتم فيها نشر الرساله من حيث الشكل والمضمون. وهني هاي جدا مهم ان نتعامل مع هذه الازمه او المعالجه الاعلاميه للازمات بشكل اكبر. هني تحتاج ايضا انك انت نقطه هناك في تحول في موقف مفاجئ، شنو دور الاعلام الرئيسي في هذا الموضوع على اساس ان انا اخلق وعي عند الجمهور وايضا اتغلب عليها واحتوي هذه الازمه قبل لا تستحفل، ويكون هناك عندي جمهور اعطيه المعلومه واعطيه المصداقيه واعطيه الشفافيه، ويكون معي اول ابديت عشان ما اعطي مجال للاشاعات ولا التاويل ولا التهويل. هذه المعالجه الاعلاميه للازمه تكون بهذا الشكل. اني لاحظوا ان هناك في ايضا ثلاث من المعالجات الاعلاميه للازمات، هناك في معالجه مثيره. واني نتكلم فيه اذا قسمنا المعالجات الاعلاميه ان نشوف المعالجه المثيره اللي هي تعمل على التهويل، والمعالجة السطحية إن يعني خلاص أنا بس أعمل على تهويل هذه المشكلة وإحنا في مشكلة وبدون ما أنا أعمل وأغفل الدور التربوي والتثقيفي والنفسي حق الناس. أيضا هناك في المعالجة الناقصة اللي هي تقوم أيضا نفس الشيء على التهويل وليس التهويل. وعندي المعالجة المتكاملة، وهذه جدا مهمة المعالجة المتكاملة اللي أعرف مواقف الأطراف الأسباب السياق التطورات الآفاق في هذا الموضوع، وتكون معالجتي شاملة ومعالجتي دقيقة جدا لموضوع الأزمة وكيف أتعامل معها إعلاميا وكيف أحتويها وكيف أن تكون عندي أتعامل مع الجمهور بشفافية أكبر. اليوم أعتقد مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وتدفق المعلومات وسرعة الخبر اليوم يجب أن يكون الإعلام يلعب دور كبير وبارز وسريع جدا ومع الحدث في معالجته الإعلامية للأزمات. ما عاد الآن لما نتكلم عن الناقصة والمثيرة والمتكاملة لدور الإعلام، لابد لدور في عملية التعامل، لابد أنك تكون أنت معالجتك إعلاميا للأزمة أول بأول حدث بحدث تقضي على كل الإشاعات والتهويل والتكهنات، وتكون هناك الجمهور، لأن أنت اليوم تتعامل مع جمهور واعي، جمهور متدفق عند المعلومة ويتعامل معه، خليك أنت دائما المصدر الأساسي للمعلومة اللي يرجع لك فيها، وهني تكون العلاقة والصداقة والثقة المتبادلة ما بينك أنت كجهاز وما بين أيضا الجمهور اللي موجود فيه. بشكل سريع جدا أتكلم عن موضوع الاعتبارات اللي يجب مراعاتها عند التعامل مع الإعلام في معالجة الأزمة. صراحة وايد مهم جدا أن هناك في علاقة لازم تكون علاقة تكاملية مع بين يعني جميع الأطراف اللي موجودة، سواء كانت أجهزة الإعلام أو فريق إدارة الأزمات. الإعلام لا يعمل بمفرده ولا فريق إدارة الأزمات يعمل بمفرده، هناك عملية تكاملية، كل من يغذي الآخر بمعلومة ويغذي الآخر بخبر ويغذي الآخر بستاتستكس اللي موجود عنده على أساس أنه يقدر يعمل الإعلام ويتعامل مع معالجة الأزمة بشكل
بشكل أكبر. أي بمعنى أن مهم جداً أن فريق الأزمات يمد الجهاز الإعلامي بمعرفة الحقائق بالسرعة والدقة والوضوح، وهذا دور الإعلام الآن يتعامل مع الأزمات بهذا الشكل. طبعاً الإعلان عن الحقائق وتطورات الموقف بصورة واضحة، مثل ما قلنا أن احنا ما نعطي مجال لللبس حتى ما يحدث تحريف ولا يحدث إشاعات ولا يحدث تهويل والناس تأخذ الموضوع بشكل أو بآخر. طبعا مهم جدا أيضا أن تكون عندك توخي الأمانة والصدق في المعلومة ومواجهة الغموض وعدم الانفعال، وايد مهم جدا في الأزمات، حتى أزماتك الشخصية في البيت في الأسرة في الفريج في في المدرسة في العمل، مهم جدا أنك أنت ما يأخذك الانفعال العاطفي المصاحب للأزمات. التروي مهم، تأخذ الموضوع من كل الأطراف، تشوفه تدرسه تطالع ومن ثم تتخذ في قرارك، ودائما بيكون عملية اتخاذ القرارات بتكون أكثر نضج لما تتخذها. طبعا اتخاذ المنظمة موقف الدفاع والإجابة على التساؤلات بثقة ومصداقية، وهذا جدا مهم أن التعامل مع الأزمة بتكون بخلال الإجابة على كافة التساؤلات والرد عليها، على أساس أن أنت تكون المصدر الموثوق في عملية الرد، ما تعطي مجال لغيرك أنه هو يرد عنك أو يرسم خط سير اللي انت قاعد تقوم به. طبعا نتكلم عن ايضا الاستعانه بالخبراء والاشخاص المختصين، كلهم في اختصاصه في العمل الاعلامي في مواجهه الازمات، ما يصير اتكلم بروحي فقط، ولكن انا اتكلم عن منظومه عمل موجوده متكامله تتكلم بشكل او باخر عن كل من في تخصصه، كل من في واحترام لهذه التخصصات، ويكون هناك عمليه تكامليه ما بين كل فرق العمل. أنا بشكل سريع جدا مريت على موضوع الابتكار الإعلامي في الأزمات، تكلمت عن موضوع الأزمة وتاريخها ورؤيتها وأهدافها وأيضا أنواعها وطرقها، تكلمت عن مفهوم الابتكار ونوعه وأهدافه وسماته والفرق ما بين المبتكرين والمخترعين والمبدعين وتكوين فرق العمل وسماتهم، وتكلمت أيضا عن الإعلام وأهمية الإعلام ودور الإعلام، وبعد ذلك استلخصت كل المثلث اللي يشوفونه قدامكم ما بين الأزمة والابتكار والإعلام في التعامل. أسعد بكم وأسعد بكل أسئلتكم ومداخلتكم، وشرفوني دائما، شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وأنا في انتظار أي استفسار منكم. Any question or something they would do it. I just finished, but I'm waiting for the question. You want to hear? You want to hear them? Yes. How I can hear? It's okay? It's usually not to hear. No, I mean audience. Yes. Do you want to post it? شرفكم يا اخوان، الصوت واضح عندكم؟ انا ما اسمعكم ترى. استاذ عبد الحميد ما سمعك، اذا تبطل ميكروفونك الله يسلمك. هي ميك ميوت. طويل العمر، الصوت مضبوط، حبيت اشلك على اساس ما تسلم. تسلم، كان صوتك مو واضح عندي، حياك الله يا عبد الحميد. الله يسلمك. شرفني وسعدتني بحضورك الله يحفظك، حياك الله. تسمح لي طالما حين تداخلت وياكم. حبيت أشكرك جدا وأشكر وزارة الإعلام، واقعا هاي ثالث محاضرة أنا أحضرها، وفي كل محاضرة أستزيد أكثر وأكثر من الكم المعرفي. اليوم الحمد لله شرفيتنا دكتور، وإحنا مشرفين أن نحضر لك هذه المحاضرة، ونأمل في الاستزادة إن شاء الله مستقبلا. شكرا دكتور.
الله يسلمك يا أخوي عبد الحميد، وشكرا لك، وأنا تشرفت بك، الله يحفظك، والله يوفقك، وشكرا لحضورك ومتابعتك، الله يسلمك، مشكور. سلمك الله يوفقك. دكتور يوسف مشكور وعساك القوة. الله يحفظك ويسلمك، حيا الله دكتور. الله يحفظك، الله يرفع قدرك. استمتعنا بالمحاضرة وإن دخلنا متأخرين 10 دقائق بسبب مشاكل تقنية. دكتور، بالنسبة حق تعريف الابتكار اللي طرح في ضمن الورشة، هل هو خاص يعني بالابتكار ان جنرال نقول، والله انت يعني مطلعة كابتكار اعلامي خاص بالابتكار الاعلامي؟ يعني احس ما شاء الله خاصة التعريف الاول يعني شامل جدا، شامل وقوي، وقاعد يعني يعطي لو تفتح على السلايد التعريف الابتكار. ان شاء الله دكتور. سلايد ذا برزنتيشن تو ذا لاست وان. سلام دكتور. سلام الله عدوك. ايوه، هو الابتكار الاعلامي هو حل جديد لمشكله او حدث على نحو اكثر فاعليه وكفاءه واستدامه عوضا عن الحلول القائمه. يعني بالامكان نستخدم التعريف حتى حق تعريف الابتكار ان جنرال، ها؟ نعم يعني نعم، مو خاص بالاعلام. لا، هو طال عمرك. اولا شكرا لك دكتور، شرفتني بحضورك ومداخلتك. نعم، تشرف لك الله يسلمك. التعريفين اخوك الصغير يوسف محمد هو اللي استحدثهم. طبعا هو تكلم عن تعريف الابتكار، هو تعريف شامل وكبير، وقسم الباحثين والعلماء على حسب الطريقه اللي تستخدمها. يعني اذا تستخدم الابتكار في البيئه، ابتكار في الاقتصاد، الابتكار في الاجتماع مختلف. هناك في ابتكار اجتماعي، ابتكار تقني، ابتكار فني. فانا بس جبتها من ناحيه الابتكار الإعلامي، فكنت أشوف أنه ممكن أن أستنبط من مجموعة من الابتكارات الكثيرة اللي قدمها العلماء والباحثين، وشفت أن هذه الابتكارين هما الأنسب أنه يكون هو الابتكار الإعلامي، أنه يأخذ هذه صيغة التعريف بما إذا تكلمنا عن مفهوم الابتكار الإعلامي بشكل عام. جميل، أسألك القوة. الله يحفظك. شكرا لكم إخوان، ويعطيكم العافية، وتشرفت أن أنا أكون موجود معاكم في هذه المحاضرة، ونتمنى إن شاء الله نلتقي على الخير والمحبة دائما. لا يجمعنا معاكم فقط بس هذه المحاضرات، ترى القلوب مفتوحة قبل المكاتب. أنا أتشرف فيكم، وأنا أخوكم يوسف محمد، مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام، وأي شيء أقدر أخدمكم فيه فيما يتعلق بموضوع الإعلام أو يتكلم عن موضوع الدورات والمحاضرات، إحنا نتشرف ونسعد بخدمتكم، وشكرا لكم، والله يوفقكم إن شاء الله، ونشوفكم دائما على خير المحبة. وشكرا لوزارة شؤون الإعلام ولقسم أو للجنة التدريب على إتاحتها لي هذه الفرصة أني أكون متواجد معكم اليوم. لكم كل التحية والتقدير، وشكرا لكم.